Tu attends? Attends deux secondes. Salam alaikum les bnet, marhaba bikoum fil qanat ma wasfa jdida. Mais je وصفة جديدة وصفة كنت ديجا درتها لكم في القناة مي جوبونس ما داتش حقها على خاطرش كانت عادة في البداية تاعي كاع الاولى اللي بديت بها وقيلا ستي لا بروميير غوسيت اللي بديت بها دونك غادي نعاودوها اليوم اونصوم باش نشوفوها مليح باسكو جو بونس كو لا بروميير فوا جلي مال فيلمي اليوم بور فار لي مادلين جو سوي اكومباني دو ما في سارا باسكو راكم عارفين لو كونفينمون دونك انا بيان ات افيك مو ان كويزين اي مو جيم بيان لي فير بليزير دونك Pour les ingrédients, les madeleines, qu'est-ce qu'on a besoin ici, Sarah? Du lait. Du lait. Donc, on a besoin de 250 g de lait. Ou là, 250 ml de lait. 250 g de halib. Zid. Non, d'abord, un citron. Deux citrons. Des œufs. Des œufs. Et de la farine. La farine. Et des sucres. Sucre. J'ai pas fait. T'as oublié l'huile. Oui. Un petit peu. De sel. De sel. Et. La vanille sucre. La levure. La levure. On a besoin de deux paquets de levure. Et de la. Vanille. Vanille. La vanille. Voilà. Donc, on a eu de mal comme un Alors. غادي اليوم لا ريسيت انايا نحتاج نعاود معكم مقادير بالخف 250 غرام تاع حليب 250 غرام سكر 250 غرام زيت 375 غرام فرينه ربع حبات بيض صغار عندي انايا لا عندكم كبار ثلاثه برك زوج نتاع لا لوفور هنايا عندنا زست تاع سيترون وعندنا لافاني دونك انايا عبرتهم بالغراماج بصح كاين اللي راهم يبغوا العبر بالكاس دونك انا عندي هذا كاس تاع اللي نشربوا فيه قهوه ولا حليب ولا قهوه حليب ميلونج صادير ماشي غير قهوه كحله ولا به هو اللي غادي نعبر دونك بور كومونسي غادي نبداو نخلطوا الحليب والزيت مع بعض دونك غادي نجيب نشوفوا شحال يعطينا راكم تشوفوا راني نعبر حداكم دونك كاس واحد تاع حليب هنا نزيدو نعبروا الزيت دونك كاس واحد اخر تاع الزيت اي تو ميلونج صح تو ميلونج بيان لو لي Faut bien mélanger les deux. C'est bon? Donc là, on va venir ajouter le sucre. Oui. Donc le sucre, je chauffe ma comme une tonne de sel. Après, la tonne qui est mise dans la caisse. Voilà. كاس واحد اخر تاع الزيت لا تاع السكر بامو هنا كنت تشوفوا ما محتاجين لا باتور لا والو غير لو فوي غير بيبوا غادي نخدمو خلط اللي خسارة غادي نخلي الكاس تاعي هنا باش نزيد نعبر لكم به لا فارين allez bien mélange bien Le mélange, ça s'arrive bien du côté maraca. Avec le sucre, il doit mettre le halib et le zit. Allez, encore mélange. Donc, on a eu un arrangé, on casse le bail de terre. On zit à habba habba. Et il mélange. On crasse d'abord. Tu écrases d'abord et après tu mélanges. Très bien. Crasse.
Et là, je vais venir ajouter la levure. La première. Et la deuxième. Donc, on va faire la farine chez Jenny Felkes. Donc, on a en grammage, 375 grammes de farine. Donc, on va la caisse. L'eau. Mon gars, la tête est tombée. C'est pas grave. Vas-y. Donc, je vais t'aider un petit peu. Je me mets le citron, ça va, le zeste de citron. Là, on va rajouter le zeste de citron. نشوف كاس قدرنا ديجا كاس فارينة هذا كاس زوج معمر دونك تقريبا واحد زوج كيسان ونص تاع فارينة بلقى مشي لاحق حقا راه هنا لاحق هنا زوج كيسان وربع فارين البنات هنا نعاود معكم مقادير نتاع لي مادلين تاعنا بعد ما كملنا درنا الفارينه دونك درنا خلطنا كاس حليب مع كاس زيت وكاس سكر او ديبي خلطناهم مليح حتى كي ذاب هذاك السكر مع الزيت والحليب زدنا عليهم كاس ربع حبات بيض زدنا معاهم ثاني زوج تاع باكيات تاع لا ليفور و زوج كيسان وربع نتاع فارينه وزدنا معاهم لو زيت تاع السيترون ولا فاني دونك انايا غادي نخليهم 1 اور في الفريجيدير ما غاديش نطيبهم دروك الا قالهم يرتاحوا واحد 1 اور في الفريغو ومن بعد عاد نعاودو نطيبوهم فوالا عاودت وليت معكم لاباط نتاع المادلين تاعنا انا خرجتها من الفريغو اللي غاست 1 اور دونك هنايا كما راكم تشوفوا وجدت امول افيك لي كيسات تاع لي مادلين دروك غادي نولي ندي نعاود روحي بواحد زوج مغارف ولا انا عندي هذه اون بتيت هوش تقريبا ندير اون توت بتيت هوش ولا زوج مغارف تقريبا في كل كيسات ما تعمروهمش كاع باش كي يطلعوا ما يتنفخوش بزاف عارفين فيهم دو باكي ديال ليفيو انا نكمل كيما هكا حتى نكمل كاع لي كيسات تاعي je vais les enfourner نديرهم في الفور à 180 degrés à peu près entre 15 et 20 minutes قبل ما ندخلهم في الفور غادي نجي عندي هنايا شويه تاع السكر كيما كنا ناكلوهم في البلاد انا بعدا نقل عليهم كنت ناكلهم هكا ما كنا صغار نديرو عليهم غير شويه في لا سيرفاس شويه تاع السكر دوك تشوفوا كي غادي يطيبوا كي غادي يجي هذاك السكر هذا مكان وندخلوهم بعد يطيبوا كما قلت لكم 180 دغري entre 15 et 20 minutes دوك نعاود نولي معكم نكمل ونعاود معكم
ولا البنات انايا لي مادلين تاعي راني خرجتهم من الفور دونك نوريهم لكم شوفوا كيش جاوا شابين. شوفوا لي هذاك السكر اللي درناه من الفوق كيفاش جا بيان مذهب اون بلوس صافي لو ميم ايفي كيما كوم سي اون امي دو كراكلان. شوفوا فريمون حاجه روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم هاد الوصفات و وتكتبوا لي تقولوا لي بلي جربتوهم وجاوكم شابين. بعثوا لي ميم في الانستغرام الا كان درتوا التطبيقات تاعهم. انستغرام تاعي هو فوفا كويزيني بارتاج دونك نتمنى ان شاء الله تبعثوا لنا فيه وتتكونيكتيو معنا تاني في الانستغرام اللي ما راهمش مكونيكتين معنا. لا فاسون نتاع التخزين نتاعه فوالا كتشوف فيه هنايا انا درتها في بواط ارميتيك. هادو الحبات اللي بقاو اللي حطيتهم هنا دونك اون تو لا كونتيتي اللي عطيتها لكم عطات لنا واحد تقريبا 21 حبه كيما هاد الحبات هكا كبار. شوفوا على حسب اليد الحبه كبيره. اللي بغي يستعمل كيسات صغار تعطي له ان بو بلوس كو سا. انا غادي نحل معاكم وحده غير باش تشوفوها كيفاش تجي. وريحه السيترون لا هي عاطيه منه فريمون طالعه ريحه السيترون تهبل. انا نبيد وحده شوفوا كيفاش تجي. شوفوا فريمون شيشه تجي شابه شابه بزاف. انا متاكده انكم غادي تجربوها غادي تولي الوصفه معتمده عندكم. شوفوا لهذاك السيترون تاني كيفاش راهي بان فريمون نشوفو خفيفه خفيفه خفيفه. دونك هاد لا ريسيت تقدروا تستعملوها في سير ليام كيما لي مادلين. لي بغي يديرها الوصفات نتاع لي زانيفيرسير نجم يديرها ما يديرلهاش السكر من الفوق يطيبها وكي تخرج الى جوست على ديكوري من الفوق ب كريم شانتيي ولا نيمبورت كال كريم كون فو ديكوري افيك. دونك ان شاء الله تعجبكم الوصفه تجربوها. راني عاودتها معكم المادلين غير باش تفهموني وتجربوها وتجيكم وتعجبكم. على بالي بلي المره فاتت ما كانتش مليح في الماء دونك ان شاء الله هذه الخطره راح راني وفيت في الوصفه. نقولكم مع السلامه وفي وصفه جديده في امان الله.